في ثالث أيام التشريق، ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج بأداء طواف الوداع. تواصل المظاهر الاحتفالية بمناسبة ذكرى ثورة يونيو، والداخلية تنظم تخفيضات في أسعار السلع بالتنسيق مع الكيانات التجارية الكبرى. الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتفكيك مجموعات المستوطنين المسلحة وتكثيف مصادر تمويلها. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اختتم ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج في سلاسة ويسر مع أدائهم طواف الوداع. وفي ختام المناسك يتجه بعض ضيوف الرحمن إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية للعودة إلى وطنهم، بينما يتجه آخرون إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أدى جموع الحجاج من غير المتعجلين طواف الوداع حول الكعبة المشرفة بعد فراغهم من رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى بمكة المكرمة، إيدانا بختام مناسك الحج لهذا العام. وكان المتعجلون من الحجاج قد انتهوا أمس من رمي الجمرات وقاموا بطواف الوداع وغادروا مكة المكرمة. هذا وبدأت مصر اليوم تسيير 15 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وللمزيد معنا من الأراضي المقدسة موفد التلفزيون المصري إلى هناك محمد حلمي. محمد، هل لك في أن تضعنا في مزيد من التفاصيل عن ختام المناسك وإجراءات عودة الحجاج؟ محمد، سؤالي مزيد من التفاصيل عن ختام مناسك الحج وإجراءات عودة الحجاج. يا
الى جسر الجمرات وعودتهم مره اخرى الى مكه المكرمه والسفر الى المدينه المنوره لزياره مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. اكد لك سحر الحجاج مصر بشير لا توجد اي امراض وبائيه. ما يعنينا هو عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات حتى الان. عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات بلد مصر حتى اليوم وصل 62 حاله تم دخولها في المستشفيات سواء مستشفيات المشاعر او مستشفيات مكه المكرمه. تم خروج بحمد الله بعد استقرار حالات 30 حاله باقي 32 حاله منهم 11 حاله متواجده في العنايه المركزه، هناك جلطات مخيه، جلطات بالقلب، نوبات سكر. ولكن الحمد لله الحاله مستقره. باقي الحالات حالات منها حالات تعاني من كسور، حالات تردد حراري وضربات شمس، ولكن بيتم التعامل مع هذه الحالات وسوف يتم خروجها تباعا من خلال السلطات السعوديه التي تقوم على قوة الاستعداد لاستقبالها هؤلاء الحجاج وتقديم الخدمه العلاجيه لهم بالتنسيق مع البعثه المصريه. هناك فريق طبي يجوب هذه المستشفيات على مدار الساعه لرصد الحالات التي يتم دخولها الى هذه المستشفيات والوقوف على الخدمه العلاجيه المقدمه. من ناحيه اخرى منذ امس بعد الظهر امس تم فتح العيادات مره اخرى مكه المكرمه والمدينه المنوره والتي تصل الى 23 عياده منها 5 عيادات في المدينه المنوره و18 عياده في مكه المكرمه. عدد الحالات المتردده التي تم استقبالها منذ بدء الروح المقدسه وحتى صباح اليوم وصل الى اكثر من 18,000 حاجه. العيادات الطبيه بعد ان تم عمل اجتماع بالامس رئيس البعثه الطبيه الدكتور محمد حسان اكد على ضروره رصد اي حاله بيتم دخولها للمستشفيات وكذلك حالات الوفاه وكذلك العمل على تقديم الخدمه العلاجيه على مدار الساعه. العيادات بتعمل شقين، شق علاجي وفي نفس الوقت شق وقائي لكيفيه تعرف الحجاج على مواجهه ضربات الشمس وكيفيه التعامل مع التردد الحراري خلال الايام القادمه. اكد لك ان هناك قبول واستقبال من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات سواء من السلطات السعوديه او من البعثات النوعيه ومنها البعثه الطبيه المصريه. اكد لك مره اخرى انه لا توجد اي امراض وبائيه بين الحجاج المصريين، فالحمد لله الحجاج مصر بخير. القاسم المشترك بين ضيوف الرحمن وحضور الحجاج المصريين هي الاجواء الروحانيه العاليه خاصه بعد اجائهم المناسك في صوماليه. نعم، نتمنى لهم العودة جميعا بسلامة الله إلى أرض الوطن. محمد حلمي موفد التلفزيون المصري كنت معنا من الأراضي المقدسة، شكرا جزيلا لك. نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية والمطاعم الكبرى تخفيضات في الأسعار واحتفالات بمختلف أنحاء الجمهورية كانت محل إشادة من قبل المواطنين. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو. شهدت المولات والسلاسل والمحلات التجارية والمطاعم الكبرى المشاركة في فعاليات الاحتفال بثورة 30 من يونيو في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية أجواء احتفالية وفرحة كبيرة. يوم جميل، ذكرى 30/6، محلات كتير عامله عروض، مش محلات سوبر ماركت بس ولا محلات اكل بس، لا دي محلات براندات كبيره. كل سنه في 30/6 الحمد لله المحلات كلها بتتضامن مع بعضها وبتعمل خصومات كويسه، وفرصه للعيله المصريه كلها تخرج وتشتري الحقيقه حاجات اللي هي عايزاها. انا كنت مستني طبعا بشغف ان انا انزل عشان استفاد بالعروض دي كلها، وانا عارف ان العروض ديت بتعمل تخفيضات في اماكن كتيره جدا. الفعالية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع هذه الكيانات الكبرى بمناسبة الاحتفاء بثورة 30 من يونيو شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على المشاركة والاحتفاء في كافة أنحاء الجمهورية. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك. استنى اليوم ده من السنه للسنه لانه فعلا بيبقى يوم بيفكرنا بتاريخ جميل، وفي نفس الوقت بيبقى فيه تخفيضات جميله والناس كلها بتبقى محتاجه ده، وانا شخصيا اليوم ده بستناه وببقى مبسوط بيه. النهارده يوم جميل لذيذ، متعودين كل سنه ننزل اليوم ده،
بيبقى فيه بهجه وفرحه في الشوارع وكده، الناس كلها بتنزل والناس كلها بتتبسط في الشارع، بيكون فيه تخبيطات حلوه. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا على الحمله اللي عاملها اليوم ده بالذات، ان بيرسل ناس كتير في الشارع. الاسعار كلها هايله بصراحه، وبشكر وزاره الداخليه وسياده الرئيس على المبادره الجميله دي. من اول ما دخلت صراحه والاجواء كانت رهيبه، الاغاني اللي كانت شغاله كانت تحفه، المول السيلز فيه رهيبه 50%، والمحلات كلها كمان الاجواء بتاعتها كانت حلوه، فيني مشغل اغاني وكل حاجه كانت حلوه النهارده ومختلفه صراحه. ترحيب كبير من المواطنين بالمبادره في ظل ما تطرحه من تخفيضات كبيره وعروض خاصه على المنتجات والمعروضات المتنوعة غير المسبوقة طوال اليوم. شفت المحلات كلها النهاردة عاملة ديسكاونت بسبب 30/6، وأحب أشكر الرئيس طبعا على اليوم الحلو ده، ومفيش تقريبا محل مش عامل الديسكاونت. شكرا لسيادة الرئيس على المبادرة الجميلة دي، وكل سنة وحضرتك طيب. مبادرة كلنا واحد موجودة، بنشكرك عليها يا رئيس، وبنقول لك كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت بخير، كل سنة وانت واخدنا لقدام ومحقق لنا كل اللي احنا عايزينه باذن الله. بجد شكرا جدا لحضرتك يا رئيس، بجد كل سنه وحياتك طيب وكل عيد وانت معانا. 62 مولا تجاريا و111 سلسله مطاعم وكافيهات باجمالي 824 فرعا و44 سلسله تجاريه لبيع الحلوى باجمالي 349 فرعا، اضافه الى 55 كيانا صناعيا باجمالي 632 فرعا على مستوى الجمهورية، مشاركة في المبادرة وموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، قدموا عروضا خاصة ومفاجآت للمواطنين على منتجاتهم وخدماتهم. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرق. انا جاي النهارده انا واولادي بنحتفل بمناسبه 30/6، وفي عروض وخصومات جميله جدا. بجد الاسعار فرقت معانا والتخفيضات فرقت معانا، وبنشكر الصراحه يعني سياده الرئيس وزاره الداخليه على العروض وعلى الاحتفالات الجميله اللي احنا شايفينها النهارده. انا اصلا فعلا النهارده نازل مخصوص عشان خاطر المبادره بتاعت كلنا واحد اللي هي بمناسبه 30/6، فانا صراحه حابب اشكر سياده الرئيس واشكر وزاره الداخليه على ان هم بيشاركوا مع المحلات مع المولات في ان هم يعملوا خصم حقيقي ويعملوا مشاركه اجتماعيه حقيقيه للشعب. حاسس ان هي هتفرق معاهم كويس قوي، وخاصه لو استمرت كمان طول الاجازه دي على الاقل. بس لقينا كل التخفيضات كويسه جدا، ولقينا المحلات كلها عامله مبادره كلنا واحد، ودعم لسياده الرئيس والدعم ل 30/6. احنا بنتمنى ان يبقى كل المحلات وكل الشركات دي كلها تبقى يوميا في احتفالات، احنا بنتمنى ان 30/6 تبقى كل يوم. كل حاجه مبهجه، كل حاجه جميله حقيقي، بسطنا جدا، فرحنا جدا، حسينا بالعيد، خصومات موجودة، محلات جميلة، عروض موجودة جميلة، البهجة والفرحة على وشوش الناس كلها، وكلنا مبسوطين، كلنا مبسوطين وسعداء باليوم ده، ربنا يعيده علينا يا رب بيومنا الخير. هذه العروض والاحتفالات تؤكد حرص وزارة الداخلية على الاحتفال مع المواطنين بهذه المناسبة الغالية والوطنية الخالدة التي أثلجت صدورهم وأدخلت البهجة في نفوسهم، وأكدت على أهمية الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية في دعم ومساندة المواطنين. عايزة أقول النهاردة للرئيس سنة وأنت طيب، وكل سنة ومصر كلها طيبة، وكل سنة واحدة بنحتفل مع بعض. بيقول له كل سنة وأنت طيب بمناسبة 30/6، وإحنا مش هننسى جميله أبداً إن هو ضحى ووقف مع الشعب المصري ونفذ ارادته وكلمته في طلبه في ان هو يكون موجود معانا. شكرا بجد على كل حاجه، وربنا يقدرك، ودايما نتطور اكتر ونعدي بكل حاجه صعبه ان شاء الله مع بعض كلنا. الحقيقه النهارده احنا انبسطنا جدا لما احتفلنا بيوم 30/6 وخرجنا اولادنا واتفسحنا معاهم. اليوم هايل ومليان مفاجآت وعروض، واشترينا حاجات كتير جدا عليها خصومات، واتغدينا كمان. فنتمنى السنه كلها الحقيقه تبقى 30/6، وكل سنه وكل مصر بخير يا رب، ونتقدم نتقدم ان شاء الله. واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح القلب، احنا اللي بنلعب بيه في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطه وشعب.
تتواصل المظاهر الاحتفالية والفعاليات في مختلف المراكز التجارية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو، حيث يحرص المواطنون على الاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تقدمها مبادرة كلنا واحد التي تأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وقد تعاونت وزارة الداخلية مع عدد كبير من السلاسل التجارية الكبرى لعرض أسعار السلع بشكل مخفض، والتخفيض وصل إلى 30%. بالإضافة لخصومات بالمطاعم والمحلات التجارية. احنا الحمد لله اللي احنا فيه ده قوي قوي قوي. انا راجل كنت بسافر بره وبروح وباجي، وشفت تغير فعلا رهيب في البلد. يعني فعلا الله يبارك له السيسي، الله يبارك له. فكرة ممتازة جدا، وانا شايف يعني بلبع كلها تخفيضات ما شاء الله، يعني كل سنة طيبين. كفاية ان 30/6 رجعت تاني ومصر كلها بخير. شكرا يا رئيس وتحيا مصر. من ناحية أخرى، شهدت محافظة كفر الشيخ احتفالات بمرور 10 سنوات على ثورة 30 من يونيو المجيدة. كما شهدت كفر الشيخ تخفيضات تصل إلى 25% على السلع الغذائية وغيرها ضمن مبادرة كلنا واحد. وأعرب الأهالي عن سعادتهم بمرور 10 سنوات على ثورة يونيو التي استرد فيها الشعب المصري وطنه بعد أن كاد يسلب منهم خلال حقبة مظلمة. طبعا بمناسبة 30/6 كل البراندات اللي موجودة هنا عاملة خصومات بتصل ل 25%. بنحاول نقول للناس إن شاء الله يعني ايدينا بايد بعض. بنهني الشعب المصري كله، بنهني كل البرولوس وكفر الشيخ بمرور 10 سنين على ثورة 30 يوليو المجيدة. موجودين في مارينا كابيتال في كفر الشيخ، ولاحظنا انه موجود في تخفيضات بتصل لحد 25%. ما شاء الله كومباوند جميل جدا في متناول مستوى الفئات، فكويس قوي بحيث ان احنا نقدر نشجع السياحة في مصر. بصراحة المحلات هنا كلها عاملة تخفيضات 25%، وبمناسبة الاحتفالات ثورة يونيو 30 يونيو، ودي حاجة كويسة خلية في نسبة إشغال كتيرة في المكان وفي حركة كبيرة. دي طبعا ذكرى عظيمة جدا لنا وللشعب المصري جميعا، وأنا بصراحة شايف التطور العظيم في كل ذكرى وكل سنة من 10 سنين. في تخفيضات كتير جدا، 25% على كل السلع، ودي حاجة كويسة جدا. احنا جينا النهاردة اتفاجئنا ان في تخفيضات في المحلات كلها 25% بمناسبة ثورة 30 يونيو العظيمة. الحمد لله ان احنا تحت قيادة عظيمة، ويا رب يا رب دايما تفضل قيادتنا في ايدينا. وجدنا النهارده ما شاء الله يعني تخفيضات بهذه المناسبه تقريبا 25% او اكثر كمان، وطبعا يوم سعيد علينا كلنا. حظيت الايدي العامله المصريه بدعم كبير من القياده السياسيه على مدى السنوات الماضيه من بعد ثوره 30 من يونيو عام 2013. وارتكزت استراتيجيه الجمهوريه الجديده على دعم وتطوير ايدي مصر العامله على كافه المستويات. ارتكزت استراتيجية الجمهورية الجديدة على دعم وتطوير أيدي مصر العاملة على كافة المستويات. قرارات عدة أصدرتها الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تترجم مدى الحرص والاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي. من بين هذه القرارات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة ورفع قيمة الإعانة إلى 1000 جنيه، وأيضا إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة. كذلك تعمل الدولة على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء. وخلال 9 سنوات ماضية واجهت الدولة الكثير من التحديات، لكن القيادة السياسية كانت حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن حقوق العمال وحمايتهم، وظهر ذلك جليا خلال أزمة كورونا، وفيها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المتضررة بقطاع السياحة وقطاعات أخرى.
أما على مستوى دعم العمالة غير المنتظمة فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 6 دفعات خلال الجائحة بقيمة 3000 جنيه وبإجمالي ما يقرب من 6 مليارات جنيه. كذلك تم الحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة والتي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة حياة كريمة. وفي مجال التشريعات تم إصدار العديد من القوانين التي أقرها مجلس النواب والتي من شأنها تحقيق مصلحة العمال. ومن بين هذه القوانين قانون الخدمة المدنية وقانون حق التنظيم النقابي، كما تم الانتهاء من مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ومن المنتظر مناقشة هذا القانون بمجلس النواب. الدولة حرصت كذلك على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد أن كان 700 جنيه في عام 2012، فضلا عن إقرار علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. لم يكن العاملون بالخارج بمنأى عن أولويات الدولة، فتم إطلاق حملة سجل نفسك والتي تتيح للعاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج حتى تتمكن كل جهات الدولة من الاطلاع على احتياجاتهم. هو إذن اهتمام كبير بملف الأيدي العاملة تبنته الدولة المصرية من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة لتوفير حياة كريمة لهم. ساهمت ثورة 30 من يونيو بإحداث تطور كبير في جميع القطاعات الخدمية بالبلاد، وشهدت مصر إنجازات غير مسبوقة في المجالات الخدمية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في عام 2014. جهود متواصلة قامت بها الدولة المصرية منذ ثورة 30 من يونيو بغرض تطوير جميع مرافق الدولة والتي تعوق مسار التنمية. وكان تطوير منظومة النقل والبنى التحتية الخاصة بها على رأس أولوياتها لتأمين الطرق ولضمان حصول المواطن المصري على خدمة متميزة ومتنوعة. تسع سنوات من الإنجازات شهدها قطاع النقل، فمنذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات، كان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات النقل النصيب الأكبر بتكلفة تطوير بلغت نحو 2 تريليون جنيه. إنجازات عدة في مجال الطرق والكباري على رأسها المشروع القومي للطرق والذي يهدف إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، فضلاً عن مشروع محاور النيل والذي يهدف إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بما يسهم في خطط التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة. كما تأتي طرق مبادرة حياة كريمة في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتطوير ورفع كفاءة الطرق والتي تخدم المراكز والقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية بعدد 52 مركزاً في نطاق 20 محافظة. وإلى جانب ذلك
تم وضع خطط شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية لرفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب في اليوم في العام 2014 إلى 1.5 مليون راكب في اليوم في العام 2024، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً في العام 2014 إلى 13 مليون طن سنوياً في العام 2030. جهود تطوير منظومة السكك الحديدية تضمنت إضافة الوحدات المتحركة الجديدة، ففي العام 2014 كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرارات، الصالح منها لا يزيد عن 65%، بالإضافة إلى 2000 عربات قطارات فقط. وعلى خطى ثورة يونيو تم توريد 130 جراراً جديداً، بالإضافة إلى إعادة تأهيل نحو 61 جرار آخر، وذلك بالإضافة إلى القطارات الجديدة التي دخلت الخدمة وتوريد 770 عربة ركاب. وجاء تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية على رأس أولويات الدولة بهدف تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة، فتم الانتهاء من التطوير الشامل لنحو 653 مزلقان ونحو 364 محطة، فضلاً عن مشروعات تطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني. كما تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية، وذلك لرفع مستويات الجودة بها بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، ذلك بجانب تنمية العنصر البشري لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية. وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 بإنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تم تنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريع لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية. وفي مجال الموانئ البحرية، تكللت جهود الدولة في تطوير الموانئ بخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة عبر ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها ميناء الإسكندرية الكبير ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض. جهود الارتقاء بالخدمة وتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع، إضافة إلى زيادة إسهام هذا القطاع الاستراتيجي الهام بجهود الدولة التنموية. احتفلت دار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 من يونيو المجيدة. وفي هذا الإطار نظمت دار الأوبرا حفلا على المسرح الكبير ضم مجموعة من المؤلفات الوطنية الشهيرة التي نالت إعجاب الجمهور. احتفالا بمرور 10 سنوات على ثورة 30 من يونيو، أقامت دار الأوبرا المصرية احتفالا كبيرا بهذه المناسبة. برنامج الحفل ضم مجموعة من المؤلفات الوطنية الشهيرة التي تدعم روح الانتماء، ومنها النشيد الوطني. جيت النهاردة احتفل ب 30/6. 30/6 هي وحصل تغيير كتير جامد في حياتنا. اولا احنا حسينا بأمان، انا كأم امشي ببناتي في الشارع ده امان بالنسبة لي، يعني كنت مفتقدة بأمانة. بالنسبة للطرق، للكباري، للتعديلات الجميلة اللي بقت موجودة في الأماكن وفي الشوارع وإحنا ماشيين، طبعا احتفالية جميلة جدا بتجسد تاريخ من أعظم تواريخ مصر 30/6 اللي قضت على الإرهاب وقضت على كل اللي كان حاول يدخل في شؤون مصر الداخلية. الشعب المصري وقف وقفة أثبت للعالم كله أنه قادر يغير التاريخ، ويثبت للشعب للعالم كله أن مصر قادرة توقف على رجليها برئيسها بشعبها بكل أطياف الشعب المصري. فالنهاردة طبعا احتفالية جميلة جدا
الأوبرا المصرية معودين على كده. حفلة جميلة جدا 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 فوق ما أي حد متخيل. المواهب الأطفال رائعة، الأغاني المختارة جميلة جدا جدا بتعبر عن فترة 30/6. الطبلوهات الراقصة برضو المصاحبة للأغاني رائعة. كمان التوزيع الموسيقي للأغاني برضو جميل جدا جدا، يعني حفلة مدروسة من كل الجوانب الفنية. الحفلة الذي أقيم على المسرح الكبير أحياه عدد من أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بمصاحبة عروض استعراضية مختلفة نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير. وهكذا تواصل دار الأوبرا المصرية دورها الثقافي والريادي في نشر رسالة الفن في نفوس المصريين من أجل الارتقاء بالمجتمع. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. يعتبر المتحف المصري الكبير واحدة من أكبر متاحف العالم، فهو أكبر مشروع حضري وثقافي عالمي تم تصميمه ليكون بمثابة بوابة عبر الزمن لتتلاقى حضارة 5000 عام مع الحضارة الحديثة. فاطمة خليل تستعرض أهم المعلومات حول ذلك المشروع العملاق في العرض التالي. أهلا بكم. يعتبر المتحف المصري الكبير واحدا من أكبر متاحف العالم، فهو أكبر مشروع حضري وثقافي عالمي تم تصميمه ليكون بمثابة بوابة عبر الزمن لتتلاقى حضارة 5000 عام مع الحضارة الحديثة. المتحف المصري الكبير ليس متحفا فحسب، بل صمم ليكون مجمعا ثقافيا سياحيا ترفيهيا ومركزا للبحث العلمي وقبلة للباحثين الأثريين من كافة أنحاء العالم. يقام هذا الصرح الثقافي الكبير على مساحة إجمالية تصل إلى 500 ألف متر مربع. يبدأ مسار الزائر للمتحف المصري الكبير بالدخول من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية إلى ساحة الدخول الرئيسية، وهي ميدان المسلة المصرية بمساحة 27 ألف متر مربع. ثم يأتي حائط الأهرامات حيث الواجهة المهيبة للمتحف، وهي بعرض 600 متر وارتفاع يصل إلى 45 مترا، يسير منها الزائر إلى داخل المبنى الذي يتألف من كتلتين رئيسيتين هما مبنى المتحف جهة الجنوب بمساحة إجمالية تبلغ 92623 مترا مربعا، ومبنى المؤتمرات جهة الشمال بمساحة إجمالية تبلغ 40609 أمتار مربعة، ويربط بينهما بهو المدخل حيث يقبع تمثال الملك رمسيس الثاني. يتكون مبنى المتحف من المدخل الرئيسي بمسطح 7000 متر مربع، وبه تمثال الملك رمسيس الثاني وخمس قطع أثرية ضخمة. كما يوجد الدرج العظيم بمسطح 6000 متر مربع بارتفاع يوازي 6 أدوار ويحوي 87 قطعة أثرية ضخمة. يضم المتحف أيضا قاعة الملك توت عنخ آمون بمسطح 7500 متر مربع، وتضم 5000 قطعة من كنوز الملك مجتمعة لأول مرة. كما يتكون مبنى المتحف من قاعات العرض الدائم بمسطح 18000 متر مربع تحوي القطع الأثرية الخاصة بالحضارة المصرية القديمة. ويشتمل المتحف على قاعات للعرض المؤقت بمسطح 5000 متر مربع وتحوي 4 قاعات للعروض المتغيرة. وهناك متحف الطفل بمسطح 5000 متر مربع يحتوي على وسائط متعددة ونماذج لشرح المحتوى الأثري. وأيضا يضم المتحف فصولا للحرف والفنون بمسطح 880 مترا مربعا وتحوي على 5 فصول للحرف اليدوية وقاعات العرض لذوي القدرات الخاصة بمسطح 650 مترا مربعا. كما يضم المتحف مخازن الأثار بمسطح 4000 متر مربع وتحوي حوالي 50000 قطعة أثرية مجهزة للدراسة والبحث العلمي. يضم المتحف مكتبة رئيسية بمسطح 1100 متر مربع، ومكتبة للكتب النادرة بمسطح 250 مترا مربعا، ومكتبة للمرئيات بمسطح 325 مترا مربعا. يضم المتحف المصري الكبير مركز المؤتمرات، ويتكون من القاعة الكبرى متعددة الاستخدامات بمسطح 3000 متر مربع وتسع
900 فرد وقاعة العرض ثلاثي الأبعاد بمسطح 700 متر مربع بسعة 500 فرد إلى جانب المركز الثقافي بمسطح 1400 متر مربع، بالإضافة إلى الممشى التجاري الرئيسي بمسطح 2500 متر مربع. أما الساحات الخارجية حول المتحف فيوجد بها متحف مركب الشمس بمسطح 4000 متر مربع، وهناك حديقة المعبد بمسطح 15000 متر مربع وبها النباتات العطرية المعروفة في الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب حديقة أرض مصر بمسطح 17000 متر مربع، فضلا عن منطقة الكثبان الرملية. يبلغ عدد القطع الأثرية التي تم نقلها إلى المتحف حوالي 51472 قطعة، تم ترميم نحو 50466 قطعة أثرية. يبلغ عدد القطع الأثرية التي تم نقلها من مجموعة الملك توت عنخ آمون حوالي 5340 قطعة. المتحف المصري الكبير تحفة معمارية فريدة تقدم تجربة غير مسبوقة لزائري مصر عموما ومنطقة الأهرامات خصوصا، من خلال جولة يمتزج خلالها الماضي بالحاضر في زيارة لن تنسى ولن تمحى من الذاكرة. تحفة هي بحق بمثابة هرم مصر الرابع. جدد الاتحاد الأوروبي إدانته ورفضه القاطع لحدث حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد وما أعقب ذلك من هجمات في العاصمة العراقية بغداد على المباني الدبلوماسية التابعة للسويد. وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أن الاتحاد الأوروبي يتابع تطورات الوضع في بغداد ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس. طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتفكيك مجموعات المستوطنين المسلحة وتكثيف مصادر تمويلها. وأعربت الوزارة عن استغرابها مما أورده الإعلام العبري بشأن التحذيرات من تشكيل مجموعات المستوطنين المسلحة في الضفة، خاصة أن تلك المجموعات موجودة وقائمة وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات وقرى في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية في المحافظة بأن قوة إسرائيلية عسكرية مكونة من عدة آليات اقتحمت بلدة بيتا ولحقت عددا من الفلسطينيين وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز. ذكر الكرملين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبدى دعمه الكامل للقيادة الروسية بعد تمرد وجيز نفذته مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع الماضي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. من جانبه أكد بوتين موقف موسكو المؤيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأسس القانونية الدولية القائمة. أعلنت سلطات الطيران السودانية تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 10 يوليو أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية. وكان المجال الجوي السوداني قد أغلق أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل الماضي. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. ماكرون يرجئ زيارته لألمانيا بسبب الإضرابات في فرنسا والاضطرابات، والشرطة توقف المئات من مثيري الشغب.
أعلنت فرنسا وألمانيا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجى زيارة رسمية إلى برلين كان من المقرر أن تبدأ غدا، وذلك على خلفية الاضطرابات التي تجتاح فرنسا في الوقت الراهن. هذا وقد أعلنت الداخلية الفرنسية إلقاء القبض على 1311 شخصا مع تواصل الاحتجاجات، وذلك إثر مقتل فتى برصاص شرطي. وأوضحت الداخلية الفرنسية أن هذا العدد أعلى بكثير من توقيفات الليلة السابقة التي شملت 875 شخص، وشملت الاعتقالات عشرات الأشخاص في مدينة مارسيليا الجنوبية ثاني كبرى المدن الفرنسية. وقالت الشرطة إن مطيري الشغب في وسط مارسيليا نهبوا متجرا للأسلحة النارية. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعض الشركاء الغربيين بالمماطلة فيما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة. وأكد زيلينسكي خلال لقائه رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز في كييف أنه ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب المتفق عليها. هذا وأعلن رئيس الوزراء الأسباني أن انضمام أوكرانيا للاتحاد سيكون ضمن أولويات الرئاسة الأسبانية الدورية للتكتل. Your visit to Ukraine during this difficult time. I would like to thank President Zelensky. أود أن أشكر الرئيس فولاديمير زيلينسكي على دعوته لاستضافتي مرة أخرى هنا في كييف. اليوم هو أول أيام الرئاسة الأسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وفي الأشهر القليلة المقبلة سنحرز تقدما في القضايا التي تعتبر أساسية لمستقبل الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك ستكون أوكرانيا في قلب كل مناقشاتنا. هذا هو يومنا الأول، وأردت تقريسه لإرسال رسالة قوية لدعم أوكرانيا. نحن نراقب عن كثب الأحداث الداخلية الأخيرة في روسيا، لكنها لا تغير الوضع على الأرض. هنا في أوكرانيا لا يزال السكان المدنيون حتى اليوم يعانون من الهجمات الجوية والتدمير للبنية التحتية. أعلنت السلطات الأوكرانية تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بفرض عقوبات على أكثر من 190 شخصاً معظمهم يحمل الجنسية الروسية و291 كياناً قانونياً. وأوضحت الرئاسة الأوكرانية أن من بين الشركات التي فرضت عليها العقوبات شركة الخطوط الجوية الجورجية التي استأنفت رحلاتها إلى روسيا، إلى جانب بعض الكيانات القانونية في كازاخستان وبيلاروسيا وقبرص وجورجيا. تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ إطلاقها في يناير 2019 الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن خلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة. ومع بداية العام المالي 2021-2022 انطلقت المرحلة الجديدة للمبادرة بتنفيذ المرحلة الأولى في 1477 قرية يعيش فيها 18 مليون مواطن. المشروع القومي لتطوير قرى الريف حياة كريمة حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية. المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنهت عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 من يونيو حظي الريف باهتمام بالغ وتصدر اهتمامات الدولة.
مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس السيسي في يناير من عام 2019 لتغير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف إلى الأفضل، وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية بإجمالي 175 مركزاً في 20 محافظة، وإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية. وتستهدف المبادرة الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، فضلاً عن خلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية. حياة كريمة تعمل كذلك على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية البشر وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، مع إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية من خلال تنظيم صفوف المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة الرئاسية. وتتضمن المبادرة 3 مراحل. الأولى تشمل القرى ذات نسب فقر تتجاوز 70%، وهي الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة. والثانية القرى ذات نسب الفقر التي تتراوح بين 50% و70%. أما الثالثة فهي القرى ذات نسب الفقر الأقل من 50%. وقد حظيت المبادرة الرئاسية بإشادات دولية عديدة، فقد أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن المبادرة أسهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً في البلاد، في حين وافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة، وهذا دليل على استيفاء المبادرة للمعايير الذكية للمنصة، بالإضافة إلى سعي المبادرة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها. ويتواكب مع المبادرة مسار تنموي يسعى إلى تطوير الوعي المجتمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وترفيهية. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع أهم أنباء المال والأعمال. نتحول إلى ليلى عمر. شكرا لكم إيمان منصور وسحر ناجي، وننتقل الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أطلقت وزارة البترول استراتيجية طموحة اعتبارا من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتأمين هذه المنتجات الحيوية محليا وتقليل الاستيراد. وتعمل الوزارة حاليا على تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعا، ومن أهمها مشروع توسعات مصفات تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع إنتاج السولار بأسيوط، كما يتم حاليا الإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تبلغ 1.4 مليار دولار تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة في إدكو بالبحيرة ومجمعي إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته بمدينة العالمين الجديدة. We'll be right back.
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصول الحوض العائم فخر القناة لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة قادما من كوريا الجنوبية. وأكد رئيس الهيئة أن الحوض العائم فخر القناة يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة في ظل استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة تعتمد على تطوير منظومة الإصلاحات الخارجية واستغلال الموقع المتميز للترسانة في مدخل القناة الشمالية. يتواصل صرف السلع التموينية المقررة لشهر يوليو وسط متابعة من المسؤولين لتيسير عملية الصرف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. عمل لا يتوقف لتوفير وصرف السلع التموينية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، فمن خلال هذا المنفذ بمحافظة الجيزة بدأ اليوم الأول في صرف السلع التموينية المقررة لشهر يوليو وسط متابعة من المسؤولين لتيسير عملية الصرف. تم تشغيل مجمعات فروع الجملة لكي يتم صرف الاستعاضة اليومية للبائعين التموينيين ومنافذ صرف السلع التموينية، بحيث أن أول يوم في الشهر تكون جميع السلع متوفرة وموجودة في جميع المنافذ الصرف. حملات طبعا بتتوجه للمخابز أو للبائعين التموينيين أو مشروع جمعيتي أو المنافذ، وشغالة تقريبا 24 ساعة، ولو في مخالفات أو في أي حاجة طبعا بتحررها. هنا يحصل المواطنون على كل السلع المقررة لهم، وتوفر مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة العامة والمصرية بوزارة التموين احتياجات منافذ صرف السلع، والتي يبلغ عددها 40,000 منفذ تمويني لصرف 32 صنفا ل23 مليون بطاقة دعم بقيمة 3 مليارات جنيه لهذه السلع شهريا. كل سلع موجودة بصراحة، وكل اللي أنا عايزه باجي أخده، زيت، سكر، رز، شاي، جبنة، أي حاجة بلاقيها إن شاء الله بلاقيها هنا. غرفة عمليات بوزارة التموين تتابع من خلال تقرير يومي المنافذ التموينية والمجمعات مع المرور الدائم على هذه المنافذ للتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها. محمود جميل، التلفزيون المصري. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها الرسمية، لكنها سجلت رابع خسارة على التوالي، إذ خشي المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 8% إلى 74 دولار و9 سنتات، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 70 دولار و64 سنت للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.4% لتصل إلى $2.44 سنتا للتر. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.59% لتسجل 2.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سددت الأرجنتين مبلغ 2.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني من أجل الحفاظ على احتياطها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين. وأكدت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في بيان أن سلطات الأرجنتين تفي بالمتطلبات المالية تجاه الصندوق. وتوصلت الأرجنتين العام الماضي لاتفاق مع صندوق النقد على إعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار أمريكي منح في عام 2018. أكد زعماء الاتحاد الأوروبي التزامهم بتحسين القدرة التنافسية طويلة المدى للاقتصاد، وذلك خلال قمتهم التي استمرت لمدة يومين في بروكسل. ووفقا لتقرير نشره هذا العام اتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبية، يعتقد نحو 90% من أعضائه أن بيئة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي أقل جاذبية مما كانت عليه قبل 3 سنوات مقارنة بالمنافسين العالميين. في الوقت نفسه قدمت الولايات المتحدة قانون الحد من التضخم، مما جعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر متزايدة
ساهمت في إضعاف قدرته التنافسية. بهذا نصل لختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى للسحر وإيمان إليكما من جديد. شكرا لك ليلى. وبالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. في ثالث أيام التشريق ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج بأداء طواف الوداع. تواصل المظاهر الاحتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وداخلية تنظم تخفيضات في أسعار السلع بالتنسيق مع الكيانات التجارية الكبرى. الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتفكيك مجموعات المستوطنين المسلحة وتكثيف مصادر تمويلها. ختام النشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.